طيب شنتال، يعني فرضا يعني انه انت انسانه، يعني لو انت انسانه طبعا عم نحكي بليز جماعه مش قاعدين معنا. سوري كلنا بنسال بعض. يلا ثانك يو حنا، ثانك يو حنا، شكرا. ثاني ترى لو انا انسانه شو شوفي لو انت لو انت انسانه مرتبطه مثلا مثلا وفي حاله انه في يعني في شخص ممكن لفت انتباهك حلو لا تشوف علي يسألوني سؤال محرج انا عايز احراز يا جماعه مش شخص لفت انتباهك يعني ممكن انه انت يعني بتعطي شعور معين ولا انه زيه زي اي احد او انه بيأثر يعني بيكون في حياتك بيأثر في حياتك ها اجل اخي سؤالك غامض اخي عشان اركز معك مو غامض اسمعي جاي سؤالك بس تركز معي عم بشد طولي افكاري الحين لو انت انسانه مرتبطه لو انا انسانه مرتبطه اوكي وفي شخص في شخص يعني كذا غير الشخص اللي انت مرتبطه فيه شخص انه لفت انتباهك ولا شخص انه انت حسيت انه انا لو عرفته قبل ممكن انا ما ارتبط مع الشخص هذا ما ارتبط مع الشخص اللي قبل إيه بالضبط شو بعمل انا قصدك اي بالضبط إيه شو بتسوي يعني لما تكلم كمان اسلم عليك لما يصير معي هيك حاله بكتشف ساعتها انه انا حسب انت شو رايك حسب انت شو بتقصد اذا لفت لي نظري بس كاعجاب بشخصيته بتصرفاته والاخبار مش يعني انا رح اوصل لمرحله ان انا احبه وانسى الشخص اللي انا بحبه مزبوط بس اذا هذا الشخص انا لفت لي نظري لدرجه انه انا بلشت احس شيء تجاهه يعني انا ساعتها بتاكد انه انا قبل ما حبيت وبترك الشخص اللي انا معه لانه ما بدي بقى كذب عليه أو ضايقه بشي وبصرحه بقول حقيقة أنا كل شيء عندي حقيقة يلا سؤال محا اسألوني برافو يا أمر اسأليني يا شنتال اسأل أي حد اسألني شنتال اسأل شنتال اسأليني إيهاب تشوي أخذ تكيتا أوه حتسأل إيهاب فين اسألني لو حدا اسمعوا منيح السؤال إيه لمين السؤال؟ لإيهاب لا لو حدا تصرف معك بوساخة ما رفايل بليز خلينا نسمع الله يرحمك ويرحمك لو حدا تصرف معك بوساخة لدرجة إنه فرجة صورتك شنو؟ لدرجة إنه فرجة صورتك بمحل معين أنت ما بدك تكون فيه وإذا عطوك الفرصة إنه أنت تحكي بوجه هيدا الشخص كل شيء عمله وتفضحه وتعمل كل شيء بقلبك طلع لبرا شو ما قلت له يلا أنا بعرف جا حبيبتي بقول لك شيء تعال خيطة أنا من الآخر اللي بيظلمني واللي بيحكي عني وبيشوه صوتي لا ببقى معاه منيح بتعرف ليه؟ بخليه من إله لربنا هو اللي بيجازيه ما بدي اتدخل في حكمة ربنا في العقاب هو اللي بيعاقب على راسي بس انا قصدي انت بدك تواجه الشخص تقول له انه انت عملت هيك باي طريقه بتواجهه نعم سؤال هيك ولا لا فرجيكم تعرف ليه بواجهه؟ بخفتي افكار بواجهه بايه؟ بواجهه بايه؟ بحسن تعامل معه شو هيك بتعمل لي هلا فيها دراما عم بقول لك انا بالحكي شو بتقول له؟ بقول لك ولا لا اذا بدك تواجهه تقول له يعني تخبره الحقيقه بتقول لك انه عندك فرصه تقول له الحقيقه بو ما بخاف من الوجه طيب شو بتقول له؟ بقول له انه
انه نزلت من عيني. كثير بدها تفكيري يا عبد التامر. نزلت من عيني. انا لما انسان بيقول له انه نزل من عينه. لا بنات مين كذا هيك هينا سحبت. انا ما كثير تفوت فوق بدر بيخوت معنا شلش لبنان مدعوسه غلط. بيقول له كل دعوس نيل دعوس دعوس. طقم بلاد عاد يفتح حلبوه بالله طيبه بالله العظيم. طب انت احمق وقايل الله يتمزعزع كذا. انت احمق انت احمق وحشتك جايه. خلص يا حماق مش حق عليك حق علي انا الحماق. يا والله العظيم واحلف برب العز لا اقلب ال طب يا اسكتوا شويه اهو صاحبي اسكت انت يا حمار يا حماراني اسكت اسكت انت يا حمار اسكت يا حمار يا حمار قوي كثير انت يا بخل لا لا هيدي 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 واحد بدنا مين اكس يا بيا 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 هيدي خرج هيدي بس مد ايدك عليها مش موجودة تذكر هيدي القشطة اللي عندي يا رافائيل ها انت انت لا فيرسيون نقية فيرسيون بلا ريحة بس فيرسيون فريش يعني نقية طب سمعتوا ايهاب شو قال لك؟ والله مروان 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 بليز سمعته ايهاب شو قال لك؟ بقول له انه انت ما بعطيك تربيه ما بعطيك تربيه اثر عليك انت احلى اخلاقك حلوه اثر عليك ما بدك شو؟ ليه حكيتني بالطريقه؟ شو؟ انت مع اصحابي انت هيك حمار حكيتني انا بالطريقه انت احمر ما شو بدك؟ مش حمار احمر هاي الحمار انت احمر يعني وجهك احمر رئيس انا ما بحب هذا المزح اوكي طاش حديث وحنان انا كمان بحب الانسه ثانك يو او شاطر انت لانه حكيت معك شيء مش مزبوط اسمع انت تاثرت باستاذ ميلاد انا انت تاثرت انت انت تاثرت باستاذ ميلاد شو حبيبي تاثرت بي ليك انا تلميذ في اشخاص تاثروا بي مدام بيتي انت تاثرت باشخاص ميلاد يا الله دخيلك على الخبير شو بك يا عمي؟ شو محل محل؟ أنا ما حكيت مع أنا ما خبرت بكفي مدام بيتي أنا رفايل عنده حق يخبط ها؟ يقول ليه خبطتني حنان؟ ما هيك رفايل؟ بس أنت عندك حق رفايل؟ رفايل أنت لحالك عندك حق تقول ليه خبطتني حنان؟ ليه عم تاكل بسنانك طيب؟ شانتال شو كنت عم تسألي؟ أوكي إيه شانتال؟ عم بحكي معك عم بحكي معك رفايل عرف تصرفي حسأل رفايل هنا اخي بطني ملا بخعه رفايل يلا اخ ما رح ارجع لورا عم بحكي ترجع وقت البدها عرفت تصرفي؟ يمكن يلا. يمكن انا اخذت وجه اكثر من اللي مزبوط ردي ارجع على الوجه حبيبه اذا اخذتي ردي للوجه استر بيسال لولا ما كان يا رب استر بيسال انا ببلش تعصب تحكي بالمغرب يلا تفضل خيي هذا ما رح احكي معك لانه مستواي مش من مستواك بصراحه انا اوطى بكثير ست حنان رفايل قال لك راجل قال لك راجل ما كيهدرش حلاك طيب هاي ماشي يون هنا الرجولة وش الرجولة من الطفولة يا صاحبي بين فيك في الهدر اللي قلتي دابا عم بحكي معه انت ما عم بحكي معه ما عم بحكي معه طيب بين في راجل ايه هلا هلا من حكيك هل علي حمار خليني نحكي يا عم تفضل تفضل خيي حمار هلا عرفت يعني شو ها خليني احكي حالك حنان جايز شو بدكم بعدين حنان يلا حنان اوكي وحياتها نهار احترم حالك اوكي خليني نحكي واسال ولا اسال راح ابيتي لا لا تفضل تفضل قول تفضل 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 مع شايف حواجه تفضل هلا رافائيل تغيرت عن قبل ولا ضلك رافائيل القديم لا لا مش تغير ها هل انت رافائيل اول اول بالاكاديمي اول بالاكاديمي يعني مثل ما جيت على الاكاديمي ده بعدني مثل ما انا لا مش تغير السؤال حلو كثير فهم فهمتي لا استنى استنى لا عرفتك شنو بغيتي تقول في ما بغيتيش توصلها بواحد الطريقه اللي لا لا حبيت السؤال حبيت السؤال بس لحظه 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 تفضل واش داكشي اللي فيك الداخل باقي ولا ما باقيش ما باقيش ما بسببها لا مرحبا مش رح مش رح اسال هي السبب اسال سؤال الشخص اللي بدك اياه فيكون انا اكيد مش حنان سبب ما بقيش من ورا البابقيش لحدا يعني ما بقيش هو كيعاير ودابا كيزيد كيعاير عمي طيب خلص اوكي فهمت شو قلت
المبقيش اللي قبل ما بقيش لانه اجت المبقيش حنان نسيتني المبقيش القديم عرفت كيف؟ فما بقيش ما فهمت وين انخبعت بكي عيني زين زين صافي 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 والله ما غنى لا لا ما فهمتي ولا ما فهمتي ولا خلاص فهمي يلا ما بقيش مكلخ امك مكلخ انت اللي مكلخ وانا ما فهمتش شو هو بصح هو كي عيك يقول يحترم راسك انا اصلا محترم راسي سخطوا معكم انتوما طيب اسال يا رافائيل اسال عم تخيل فيصل شو حنان شو ممكن يعرف غير شعري انا حبيبتي والله مش معصبة انا ما بتعرفيني واتعصب بجن انا عم بنكر سمعتيني كنهضر معاك هذا اوكي وجمع راسك هذه المره ما بفهم ما بفهم مغربي جمع راسك ما بفهم مغربي فهمها بزز عليك ما بفهم مغربي بزز عليك تفهم كيف معنى كتفهم عليا المغربيه فهم عليا المغربيه وفاش كنهضر معاك اسمعني خلاص حشومه هذا الحنان بس الحنان بتعلم شو بدي اسالني بدي اسالني على الفانز بتتعصب دقيقة بتقلب دقيقة ما فهمت أنا لا 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 اسألها حنان إذا أنت ربحت إذا ما بقيش اللي أنت ما بقيش شو سولته هلا بغيت نعرف ما يلا قلت له ما بقيش قال لي ما بقيش عشان ما بقيش دي شو السؤال اللي سألك إياه وشو قلت له قال لي ما بقيش لقبل الأكاديمي من سيتا ولا قلت له ما بقيش لقبل الأكاديمي من سيتا لأنه جيت أنت ما بقيش رحت ما بقيش قديم صرت أنت ما بقيش شو أنك ما فهمت شيء من ولا ما بقيش ليك يا رشود سؤالي إليك حنان هلا أعترف لك على الهواء إنه أنت ما بقيش سخنت هلا ما بقيش زعتر والله سخنتها بالله العظيم ما قدرت جيني شو مسقع انت زين لحظه انا حنان اسمعوا بتجاوبيني بصراحه بتحبيني حنان جوابي حنان عم بحكيك بصراحه يا ويلي نكتة 2015 شايده انت حلوه حلوه السؤال كنت معي بس الايفال اليوم لا ما وفي يعني بطلت خيك بعد الايفال اليوم بطلت خيك راح كل شيء بيناتنا هيك يعني صار اليوم اعتمدت على يعني حالي وعملت شيء اللي انا كرمال خلص ست شهور رحتي لنا اياها على ايفال ثانك يو نص ايفال ما بعرف الحمد لله يا رب عم بسالك سؤال انت مش الحمد لله يا رب عم بسالك سؤال اسالي حدا اسال رفايال سالينا مش عايز اسال رفايال لك اسال رفايال تفضل مين سؤال له طعمه سلمين. مش غنات منيح او شغلات حلوين حبيبي انا مو بسال هيك اسئله ايه برافو بتسال بعد عنا ننجز ايه ده عداك اشتيني بليز يا لما احكي بليز الكل يسكت بليز ايه زيح مش حقيت الملك يا شباب بلانش نيج ليك هيدا كتير كبير على اجري كتير كبير ايه الحمد لله اول مره بلبس شيء كتير كبير على اجري طب يلا اوكي اسالك رافائيل شو بدي اسالك تايجر كيموز ميندي انت هايلا لما تطلع من الاكاديمي رافائيل حانسيك فانسينيش انا ما تعصب على اسئله سؤالي لا ما همني والله العظيم ما بيهمني ليش سميتها ليش سميتها ليه معصبه بس لما عيونك وكتافك دغري قشطوا حيصير معي شلل شلل قديمه ليك في غنينا شو قصتها بتقول العابي غيره لا مش هذا اللي كلمه يلا سمعتي اسالي السؤال اسالي في سؤال رافائيل لما تطلع من هون هل بدك ترجع رافائيل الاول هذا السؤال فوقك بالحيط
تفضلي قفي. اللي حكيتنا عنه مع مدام بيتي شو حتفرق معك انت؟ اذا ما بتفرق معي حجاوب على السؤال. بس جاوبي بيفرق معك ولا لا؟ مش فارق معي بس عم بسال. ما بتفرق معك. ايه شو سالتيني؟ طب ليك طلع على وجهه. عم بسال طلع على وجهه. حارجع رفيال اللي قبل. ايه اوكي شوف طلع على وجهه. طلع على وجهه منيح برافو. مرتي بس قولوا نحن سؤال عادي يعني. مريتي بس كثير بس ما تعصبي. انا مروان ليك شهرين الله وكيلك. مروان قد ايه عبالك؟ لا شهرين الله وكيلك. ما بدك تسأل شيء بس شو بتعني لك هايدي؟ رفيقتي هايدي. هايدي حدا بيفهمني وهيدي حدا انا شخصيا يعني بعطي رايي فيها. حدا صوته مش حلو صوته اف. هيدي قليله حدا قليل حدا نادر. يعني انت اليوم الانسان اليوم اليوم الانسان تقبرني لقيت الفوكس خلص. ليك انت يا حماق انت حماق مش حق عليك بس حق على الحماق اللي على جيبك لهون. انا بدي اسال رافائيل شو بتعني لك حنان؟ خليك حنان. انا بدي اسال نسيم. حنان لحظه لا اسال شو بتعني لك؟ اوكي انا بدي اسال حنان او رافائيل عن جد هلا بلا مزح. اوكي حنان ما تضحكي هلا تعملي فيها انه انت ايه اوكي ما تعملي فيها انت الحماق هلا وهيك. اسمع رافائيل شو بتعني لك؟ شو عن جد شو بتعني لك حنان؟ ريل هلا بدنا نحكي مزبوط جد. حنان شخص نادر. ايه مزح مزح. ليه بتحب تسمع الجد وانت حنان تضيق شوي سؤال سهل. لا 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 انا بدي احكي اسرع سؤال سال شي سؤال شو معدوم؟ يلا يلا خلي لي اياكي ليك ليك خلي لي اياكي حبيبه قلبي ليك معدوم ليك 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 مش بوطن. برافو. السؤال ما نسأل لك رافائيل شو بتعني لك حنان ولا كلمة شو بتعني لك حنان رافائيل؟ حنان بتعني لي أكثر من إنه غير إنه أخته هيك. لا حيا حنان حجاوب صراحة مثل ما غير ما هي ما بتعرف تجاوب ما بتعرف تجاوب صراحة هي. لا لا هي بتستحي تقول. لا 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 حنان أنا عم بحكي أنا عم بحكي معه مش عم بحكي معك. أوكي بس أحكي معك جاوب أنا أحكي معه إذا تريدي بس قلت اسمي من حقي إنه رد بليز. معلم في مليار حنان في اسمي بالموضوع في مليار حنان من حقي إنه رد ودافع عن حالي. معك حق يمين. لا عم أقول إنه هي مثلا إنه يمكن ما جاوب بصراحة يمكن ما قدرت تجاوب بصراحة. لا والله ما في شيء بيمنعني حبيبي. عمي ما حكيتش عنك. طيب يلا رفايل جاوب حق انه ليه تعال شو جوابها شو بتعني لحنان عن جد هلا شخص حنان مش كشخص هي شو بتعني لك بحياتك لك انت كشي شخصي لرفايل يعني شخص انا اللي بطبعي انه بحب بحس اذا بعطي من حالي لحدا برتاح بلا غايه مش ضروري يكون شخص كثير سؤال ترتاح او بترتاح له لا اذا انا بعطي مجهود مني لحدا برتاح ان كان شخص يعني مثلا حنان بعطيها بحس مجهود من حالي بعطيها من تفكيري من وقتي بعطيها من هيدا برتاح بحس انه انا قادر ابسط شخص ثاني هذا الشيء بيريحني ان كان الشخص قريب كثير مني ولا بعيد شو ما كانت المسافه من بيني وبينه وشخص حنان مش كثير قريب ومش كثير بعيد يعني بس انه قريب نوعا ما عرفت كيف كيف يعني قريب نوعا ما؟ بدنا انا بس بليز ما خلص بدنا نحكي بصراحه انه رفيقتي عرفت كيف؟ بس ما ماكسيموم يعني؟ شو؟ ماكسيموم رفيقتك؟ ماكسيموم ممكن توصل رفيقتك خلص يعني؟ هيدي هي العلاقه يعني اذا بحال طلعتوا من هون ليك انا زلمه جد مزبوط عرفت كيف؟ من يعني ما بتكون رفيق جد من يعني؟ من رفيق رسمي مش رسمي بانتيور اوكي بتكون في جد قصدك عن جد عم نحكي هلا عن جد عم بحكي حياتك حنان لا والله العظيم ما عم بمزح يلا اوكي كونوا جديين يعني سالني شو بتعني لي هايدي مثلا لا مش عم بمزح انا سالته انا سالته انه شو بتعني لك حنان لا جديه ما عم بمزح انا قلت لك بتعني لي حنان انه هي شخص قريب هو مش قريب و قريب وما بتعرف مصلحتها انا يعني بتعرف مصلحتها بس بكثير محلات بحاجه انه بحب كون حدا و
ومش اذا بكون حدا كثير ومس ايام بشيل من بشيل نفسي كرمالها، مش كرمال مش كرمال تشوف هالشيء انه ليك هذا شيل نفسه كرمالي كرمال ما هم، بس انا اذا انا مهم انت تكوني مرتاحه. اذا انا بالاكاديمي مثلا بشيل من حالي كرمالها او براديه او هيدا كرمال، ما في وقت انه هي شخص قادره تعطي، لا مش حساس، قادره تعطي وما في وقت لتزعل او لتبكي او لتنقهر او لا. كلنا هيك يعني، انا مين ما كان حدا تعبان، بس هو شايفك كحدا انت كثير لازم حدا يكون موجود حده وعم يساعده على طول، يساعده باي منطقه. يمكن هلا بدها معنويه، معنويه 100% معنويه، بس تنطلقي يعني. هو عم يعطيك القدوه، هو عم يعطيك البوش، هو عم يعطيك البوش. هو اللي بيسال رفايل دوره تسال. الله خي مروان. نعم نطلع نطلع انا خي دابا عم نسأله شو دقيقه شوي خي انتوا بيناتكم عايز لكن اسمح لي شو يا خي هذا شو ما كان بيعارض خي ايهاب ايهاب انا ناقد مين اكثر شاب بتحب تكون معه اكثر وقت كل الوقت في الاكاديميه انت ليش غير انه بنشبه بعض كثير من جوا ايش نقول لك كان حاسس من اللي كنت لاقاه وكنت تكون شي حاجه زوينه يعني انا من الاشخاص اللي ضامن غير مروان اني كثير اعمل مجهود لاشوفهم بهذا ضمنتني انا بهذا ضمنتني كل حياتك ضامن انه اشوفهم وحاعمل جهد اني اشوفهم هو انت وعباس يعني واكيد علي بس انت شخصيا يعني انه كثير كثير كنت قريب مني بهيدا ويعني وحابب التقى فيك برا بحس انه هيدا هلا علي بدنا نروح على على بعمل عرفت كيف؟ ايهاب سؤال فهمت يلا ايهاب يا بوب سؤال هايدي انا من ليش وحدة مين اكثر شخص ترتاحي له في الاكاديمية؟ شباب ما تقول سؤال ثاني ايه رأيك؟ لا شباب لا مين اكثر شخص؟ شباب لما بتحكي معاه بترتاح شباب لا كيف شباب؟ شباب تقول شباب بس سألت السؤال ده كم مرة مين ما ها؟ عرفت سألت السؤال ده كم مرة؟ مين؟ قول يا هايدي مين سألك هون؟ هايدي بليز كلمي بس أسألك تو واحد على شي حاجة قلت لك أنا أسوي ده بس أسألك احتاج منين؟ تهنينا بنينة قلت لك أنا سولتك أنا كيفاش بنينة؟ بنينة موزة آه ميرسي بنانا بنانا خيرك كل ما نحكي كل ما حدا يحكي شيء بتزعل يا حنان بقي حبيبتي قد الساعة صارت انت هيك عم تتخيل الامور انا معك جايز انا بدي اطلع نام انت معي مش مبين صارت ساعة واحدة يلا هايدي ريح صح تريح لجينا كلنا نطلعوا عم نركزوا في ايفان نركزوا في البرايم ما نركزوا في حاجة ونسينا بعضياتنا نسينا بعضياتنا الله نسينا بعضياتنا بقينا كنجمعوا بقينا كنضحكوا بقينا كنلعبوا بقينا كنديروا التوزة وزت ايه في الاكل دي لك خلص ما بيأثر سأله أقول لك الفكرة أننا ركزنا في الشغل ركزنا في الإيفار ركزنا في برايم ونسينا الأعداد نسينا الضحك نسينا والله العظيم حق رب انفاجأت أنا يعني ما تحق 100% سولي جاوبي أوكي أكتر يعني بدون النفاق بس أنا مش أنافق ليه يعني كل حاجة لا ما تجاوبيش جاوب دبلوماسي ما مش أنا بجاوب على شخص واحد يعني لا صعب قوي إن أنت دلوقتي بقيت تحصر نفسك مع شخص واحد ما يعني احنا الدبلوماسيه بقينا دلوقتي مع بعض انا شهر واسبوعين اكيد مش هقدر ان انا اكون طول الوقت مع شخص واحد شوفي بس هذا ما يعنيش انك تتحرك حبيبي اسكت شويه عشان اخرج عايز ده ما يمنعش ان في شخص في وقت ما انت بتحس ان انت مضغوط بشكل كبير هو ده محتاج مساعدة محتاج ان انت تقعد وتسكت وتسمع حد ينصحك بشكل كبير بتلاقيه هو اللي في وشك هو اللي بيتكلم معاك مروان الشخص ده مروان تصفق يا عم تصفق هيدا لا طيب شيء بشرك من وجهه واللي عم تحكيه واللي عم تحكيه هي نفس الشيء لها يعني انا اذا اكثر شخص بلا اكثر شخص برتاح له بالاكاديمي انه انا اذا بدي اجي احكيه او بصراحه وحدا اوثق فيه هو هايدي لانه هايدي فيك توثق فيها فيك تغني قدامها كثير عادي مع انه هي بتحط ما بكسرك بتحبشك يعني حدا بيريحك انا اسوي لك بيضه سوي لي كيف
كيف؟ سول اسال يا. اسال انا بسال آه. لا ما انت سالت لا هي سألت. انت جاوبتك هاي جي اسال يا لا لا انا عم بقول انه نفس الشيء يعني هي آه. مش قصه الدبلوماسيه هي بتعرف يعني عارف اسال يا حبيبتي اسال شنطان نمت اوكي ما سأل حدا نمت مش اصلا ما تسالك عم تسالني بس يا سالي شنطان سالي لا 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 هسال علي مين الاشخاص اللي نفسك بعد الاكاديمي بجد تشوفهم وتقعد معاهم تاني وحاسس ان انت عمرك ما يعني ما اعرفش بس هيبقى دايما في كونتاكت بينك وبينهم شفت كونتاكت دي قويه انا في اللعبه يا جايز حبيبي انت عارف ازاي بتتعلم كوري هونيك بدي ارجع انت كوري كان له شغله واحده لاسين انت برا سمي اربع اشخاص او ثلاث اشخاص بكثير لا لا ما هسه جاوب الساعه واحده يا عم انت حتجاوب الساعه 2 لا 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 يعني السؤال خليه يعني مثلا ما حقدر اقول لك انه في اشخاص لازم يعني لا حاسس ان انت يعني دبلوماسي عم قتلتهم لا بالعكس انا يعني انا كل واحد انا ما اعرف ممكن في اشخاص ما الجواب في علي احنا هنا بنتكلم كلهم سمي لازم لا جدا انا اوكي خلاص كلهم انا انسان ما جامل ولا انسان بقول لك انه لا فلان ولازم فلان يعني هترد على 25 واحد على الواتساب لا مو 25 هنا كم 18 يعني 18 هترد على 25 واحد على الواتساب بس اكيد في 3 او 4 قليلا بتحب تحكي معاه هذا بيفرق لما نطلع برا في ناس اشخاص بتغير اشخاص ما بتتغير هذا اللي بيفرق جدا بيفرق انا هتغير 100% اسال يا علي اسال يا علي اسالني بليز عايز اجاوب لو ما اعرف حياتي ايهاب خليه يسول سول اخوي يلا اسال يا علي طيب اسال اسال انا في اللعبه على فكره اوكي يسولك شي واحد يعني في بنت من الأكاديمية صراحتك إنه معجبة فيك وتحبها وممكن الإنسان هذه أنت ما كنت متوقع أصلاً إنه بتصارحك بشيء في شيء يسمونه يعني مثلاً أنت تكون معجب بوحدة وحدة ثانية تيجي تقول لك إنه أنا معجب فيك ممكن إيش بتقول له يعني بتبادل نفس الشعور ولا طبعاً أنت ما معجب بوحدة ثانية بس إنه أنت ما قلت لها إنه أنت معجب فهمت؟ أنت كنت تفكر في ساعة وأنت تفكر في السؤال. أنت معجب بوحدة ما قلت لها. بس في وحدة ثانية طلعت وقالت لك إن أنا معجب فيها. شو بكم موقفك؟ ممكن أحضر الإيفال أو ممكن حتى البراي. ممكن أروح على الحمام تنسن. يعني أقول لك. بنت في الأكاديمية. حكون ح ح. فرحان. يلا كمل حكون فرحان أكيد بس ح. حبوظها حبقى معاه يعني حبقى حد يعني ولو ما حصل حبقى معاه يعني نبيل يا لا انا لعب المشاعر لا لا يا حبيبي لا ما تهوش العب معاه مش هلعب معاه شكرا شنطان وانا جاي هنا مش عشان لا سهولة ايهاب انا جاي عشان احضر الايفالو برايم ايهاب اسالني انت يلا حسأل شنطان الله شنطار يا جماعه اجي اجي اسمع شنطار في حد بيعجبك في الاكاديميه او كثير اهم
ايه بشخص بس مش حب. مش حب يعني. بابا ما مش رح يصير حب هلا هي هيك قاعده معلش يعني علي كملي كملي رح يصير حب اجل اسالي شانطال الله يتريح ما تريحش هنخسر انا وياك يا بطل بتخاف تحكي تعبان شو تعبان انا استوعب لا اعجاب لا انت فهمته غلط اعجاب انه عادي يعني شخص يعني كيف انت مثلا شفت هيدي شخصيتها حلوه بتحب الكاريزما ايه يعني مش اكثر مش اكثر لا ما تعطيني شان لا لا ما قلت شيء ما 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 مش لا اذا لا انا بوضح فكرتها ما مش ما انا ما هايدي انا ما ابي سالي هايدي سالي شانطال يا بس بفكر بالسؤال انا عاتبوني عاتبوني قالوا لي ليش ما بتقعد بالليل مع الشباب ليش صار بالليل رفايلا اه شوي ابليزا يلا اطلع يلا اسالها اسالها سؤالك محرجه يا جماعه عايزين نحرج بعضيتنا عايزين نحرج ما تحكي معي ليك تحكي معي كيف فصلت ايدي قلت لك بليز اطلع فين عم شغله يلا رفايل بدل الموضوع رفايل بسرعه ما انا طالع نايم بنوي جايز بنوي بنوي يلا يلا كمل شانتال تعال هات طلعت اما يطلع عينينا شغله قال قال لك هيداك قول لي ما تجلس معي ما ما تريح معي تركو تركو مثل ما بقول روح يلا روح اغسل وشك هون روح اغسل وشه ما كل لا لا صافي سيب حالاتك سيب يلا تقول لي اجلس وكيف قالوا لك ما عرفتش ما فهمتش انا لو اجاك لا لو انت طلعت توب 1 واجاك ايهاب علي سفره معينه قالوا لك بتاخذ شخص معين معك مين بدك هايدي لك روح هيك مش من الشباب من البنات قالوا لك بدك تاخذ بنت معك يلا يا علي يلا يا علي يلا لو طب نطلع ننام طيب اختار بنت تروح معي بنت تروح معك انت مين اللي بيروح معه شاطر انا بدي بدك تروح انت ولا انا اسال انا مش عارف اسكر الباب يلا يلا اسال من رفايل ما عنده باب بيته يسكر ورا سهيلة انت معنا ولا لا؟ ولا ضدنا؟ معنا ولا بلعبة ولا ما انت معنا؟ لا مش معك ما انت معنا باللعبة؟ معنا ولا ضدنا؟ معنا باللعبة ولا لا؟ بتخاف من الحاجات دي؟ بتخاف من الحاجات دي؟ ميرسي ما عارف حالي وين وينك وين؟ وين؟ كثير 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 عم بتغير انت دقيقة دقيقة بالعكس حنان؟ ايه؟ استني قلت لها من ساعة هون برد لنا من خمس يا أخي خلاص هيسأل الحبيب أنا يعني الحين ما صار يفرق معك الموضوع تختاري شخص. شو؟ يعني أنت دائما تقولين إنه كلكم زي بعض وكلكم بعملكم زي بعض. هو بيحكي إنه بس كشخصية. أنا بقول لك إنه كشخصية. فهمت سؤالك إيه ما رح أقول أكيد كلكم كلكم لا. ما تقولي أكيد جواب في في أشخاص معينة بتعجبني شخصيتها أكثر من أشخاص. قالتني إمبارح إنه عادي. شخص واحد. شو هالذكاء؟ قولي شخص واحد. أوكي. أنا بطبيعتي بحب الشخص اللي بيكون على طبيعته كتير سخطوء الشاب.
يعني شاب بيكون على طبيعته. رافائيل من الأشخاص اللي على طبيعتهم ماكسيموم، بحب شخصيته بس. أوكي برافو. أوكي اسألي. خبره على فكرة، خبره هو بيعرف أصلاً. مش أنا طلع يعني قرار الفنان اسألي. يلا بحب شخصيتين، في قول اسمهم، في يعني مش بس شخصية إيهاب ورافائيل، من أكثر الأشخاص اللي بحسهم قراب لإلي. الله يحفظك. اسأل نسيم. نسيم مين أكثر الأشخاص اللي بتفتح لهم؟ معينة بتفتح كثير يعني كثير في الأكاديمي. هايدي ودينا ورافائيل وإيهاب. أوكي سؤال. وإذا بدي أخذ طاقة إيجابية بروح لمروان، أنا عن جد كثير بيقويني. كل حدا عنده مفعول يعني؟ مروان بيقوي كل حدا عنده مفعول. ما بيحسسني يعرفتي، بيعطيك الخصال اللي فيك مروان، بحسك انك ليش في عالم، ليش في عالم تنهيك منا يعني؟ ليش في عالم بتجردك منا، قصدي يعني ما بتقلك اياها او بتمتنع تقلك اياها؟ ممكن في عالم ما بتحب تقلي اياها. ليه بقى؟ فين عارف ليش؟ طبعا انا ما بعرف كيف بدي جابك على التوالي قيي. ما انا عم اسالك لانك بتعرف. احكي لبناني. طيب يا سيما اسأل. اسأل يا سيما. بدي اسأل مين؟ هايدي. هايدي في شخص معك ببيه في الأكاديمية؟ مين غير كتب هايدي؟ غير كتب ايه؟ شنية؟ هل انت معجبة بشخص بالأكاديمية؟ هايدي بصيلي كتب لا ما تقدرش تقول انه عجبني الواد فايني ما حدش قال لي. يلا جد نسيب بلازك بلازك. اوكي بس قلت لك ما تقدرش تقول كلف ودوران. اوكي قولي ايه او لا حبيبتي ما احنا قولي في شخص مثلا معجبه بشخصيته، شخص معجبه بجماله. ما في جمال، ما في معنى الناس اللي بتقولي واو في سو هيلثي. انت سالتني سؤال سيبني اجاوبه. اوكي عرفتي شو، ما في عندك الاشخاص اللي اوه ماي جاد معنا يعني قهر العذاره هون معنا بالاكاديمي. عرفتي كيف؟ او النسيم قهر شو؟ قهر العذاره. اوكي بس في اوكي فانت بتسال السؤال وبجاوب انت عليه. خلص خليني انا عم بشك في مين. مديني فرصه ايه؟ ما اعطيتها مجال. قلت لك انه في اعجاب اشخاص ايه معجبه بشخص. حبيبي خلص عرفت اسكت شوي. يلا في اعجاب بيودي الحب، وفي اعجاب بتبقى معجب بشخصيته بكل حاجه، بس عارف انه ممكن ما يحصلش حاجه، فجاست انه شخصيه لكن كحب ما فيش. وصل يا هايدي وصل الحمد لله. يلا بدي اسال شونتال كمان. خلص ما في بقى شونتال. اذا يعني انا هايدي انت قلت قبل شوي انك معجبه بشخص هون بالاكاديمي، هل نفس اعجاب هايدي او اعجاب ثاني؟ مين بتسال مين؟ عادي اعجاب عادي. هي عارفه زي انه هو نفس الاعجاب. هايدي اسالي عادي عادي. انه بيعجبني شكله بس انه بس اكيد ما راح يجي نهار يلا ولا شربة خلصي من هون هيك عروق وهيك شجره وهيك. اوكي انت ليش نخمتك؟ لانه انا بعرف انه في لها عوائق. ايش نحن؟ اهم اللقب بتاعك نسيم. هايدي عايزه تسال سؤال. هي ما لسه ولا حاجه. ارجع يا ورا يا بنت انا حاجه اقول. ارجع لورا لورا. عايزه اسال ايهاب السؤال ده. قول ايهاب انت بجد من اكتر الشخصيات اللي هنا اللي انا يعني عارفه ان انت بره زي جوه، ويمكن بره كمان الاكاديمي بحسك حنين، بحسك حاجات يعني بجد ما اعرفش، بس بحسك انسان طبيعي قوي يعني فوق اللازم. مش شايف نفسك ان انت ممكن تبقى متساهل مع اشخاص كتير قوي، ويعني يوصل بك لمرحله الضعف ان انت مثلا ممكن تخسر كرامتك، تخسر، فاهم قصدي؟ شايف نفسك كده ولا شايف انه ده انه عادي؟ ما خليتوني اجاوب مثل خلق انا نفسي مع العالم بتفهمني غلط. هذا السؤال؟ يعني لما شانتال سالتك سؤال وقالت لك انا لو واجهتك بحد اذاك في يوم من الايام قلت لها هسيبه لربنا، ده جواب انسان ضع يعني انا شايفاه متساهل قوي في حق نفسه، حد اذاه وهو شايف انه جه على كرامته، وكل اللي عندك ان انت سبت حقك لربنا.
طبعا حاجه كبيره بس يعني بس 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 بواجه. بس انت فين؟ انت شخصيتك فين في كل ده؟ بواجه. بتواجه فعلا؟ انا لو لو انا انا لو لو واجهت حد هاذيه. لو واجهت حد عندك القدره دي يعني ده اللي بتكلم فيه. ممكن تكملي هيك. انا في انا شخص عصبي اولا وما يبانش علي ده في بعض المرات. انا لو مش عايز